اهلين يوتيوبرز، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كويسين، واهلا وسهلا بكم في الحلقه الثالثه من الموسم الثاني من كل خميس مع دكتوره لينيان. حلقه اليوم حتكون سبيشل شويه، حتكون مختلفه، حبعد عن الاجهزه والعلاجات الطبيه، وحتكلم على موضوع مره مفضل ليا وطلب منكم مره كثير من متابعيني اللي بالسناب شات والانستغرام. موضوع اليوم اللي هو المنتجات العنايه بالبشره من السوبر ماركت. الموضوع بدا كان انه انا كثير من مرضايا دائما يقولوا لي انه منتجات العنايه بالبشره غاليه، فكنت بدور لكم على alternative اللي هو بديل اقتصادي للاشياء اللي احنا بنوصفها في العياده وممكن تشتروها من السوبر ماركت. كل الاشياء اللي انا مختارتها اليوم اشتريتها من الدانوب. كثير من السنابرز اللي بيتابعوني بيشوفوا انه كل اسبوع بروح للسوبر ماركت وبختار منتجات عنايه بالبشره والشعر والجسم وبجيبها البيت وبجربها، وكنت وعدتكم ان احنزل يوتيوب فيديو عنها، واجا وقت اليوتيوب فيديو. فحوريكم انا المنتجات، اخترت تقريبا 13 منتج، هوريكم انا ليش اخترته لما رحت في السوبر ماركت، يعني ليش جذب انتباهي، والشيء الثاني انه لما جربته ليش عجبتني وايش الفوائد منها. يلا نبدا. طيب، اول منتج اخترته اللي هو نيفيا كلينزينج وايب، اللي هي مناديل لتنظيف البشره عشان تشيل المكياج. السبب اللي اخترته انه هو مناسب لجميع البشرات، وكمان عشان كاتبين انه هو خالي من العطور والكحول والزيوت والملونات، وحاطين فيه فيتامين اي وبرو فيتامين بي 5. الوايبس طبعا كانت مهمة بالنسبة لي انه انا اشتري واجرب وايبس. انا جربت نوعين، بين النوعين ده عجبني اللي هي من نيفيا. اول شيء اول لفت نظري منه ان هي لكل انواع البشرات، والشيء الثاني انه بيشيل الواتر بروف ماسكارا، يعني الماسكارا اللي تكون مقاومة للموية. وهذا مهم بالنسبة لي، لأنه دائما إذا أنا حطيت في الصباح أو في خلال اليوم ميك اب، وهذا اللي أنصح بيه دائما مرضايا، شيلوا الميك اب كامل، لازم تشيلوا. فأسهل طريقة أنا ألاقيها إنه أستخدم الوايبس اللي هي المناديل، لأنه أمسحها وخلاص أرميها، بكده تشيل لي أتليست أكبر قدر ممكن من المكياج في الوجه. نعم، هل هو يعني مثلا من جد شال كل مكياج العين؟ بالذات إذا كنت حطيت ماسكارا لا، فهي صح بتشيل كل المكياج تقريبا، لكن ما بتنظف تنظيف عميق للبشرة. لكن بالنسبة للاثنين اللي أنا جربتهم ده كان أحسن. طبعا هو ما هو جريسي، شوية ناشف المناديل، بس برضو شال قدر كبير من المكياج. طبعا هذه تكون الستيب الاول انه نحن نصير المكياج كامل، وبالذات اذا كنتي مثلا رحتي جوازات او رحتي عزيمه وحطيتي مكياج مره ثقيل، لازم تشيل المكياج قبل ما تنامي، لانه هذه كلها بتقفل المسامات، وبالذات الناس اللي عندهم قابليه لحب الشباب حتطلع لهم حب شباب اليوم الثاني. المنتج الثاني اللي اخترته اللي هي نيتروجينا ديب كلين اي ميك اب ريموفر، اللي هو المزيل مكياج العيون، بالذات المكياج اللي هو مقاوم للماء والماسكارا. نعم، الستيب الثاني عاده بالنسبه لي انا في ازاله المكياج، انه انا لازم ازيل المكياج يكون اللي هو مختلط اويل اند ووتر، اللي هي يكون زيتي شويه، لانه بصراحه وانتوا اكيد تعرفوا نفس الشيء، جميعات السيدات يعرفوا الموضوع ده، قبل ما تقول المنتجات اللي هي الشركات انها بتزيل، لكن اذا ما تزيلها كويس ما بيزيل مكياج العيون الا المزيلات اللي تكون فيها نوع من انواع الزيوت. فانا دائما من زمان كان مفضل ليا، وكنت جربت كذا منتج قبل كده، لكن ما زلت احب النيتروجينا ديب كلين، لانه بصراحه مره يزيل المكياج بطريقه كويسه. نعم، الترند اصلا صار انه احنا نشيل المكياج تو ستيبس، الاويل ريموفر اللي هي عاده بالزيوت بتشيل المكياج، وبعدين بتغسليه بغسول، وهذا الترند بدا يتكلم عليها في امريكا. المنتج الثالث اخترته من Garnier Skin Naturals، اللي هي البيور اكتيف لاين بتاعتهم، واللي بيستخدموا فيها خلاصات اوراق النيم وشجرة التي تري اويل. هو اخترته لانه مناسب للبشرة الدهنية والقابلة للبثور، يعني القابلة للشوائب، قصتهم هنا اللي هي لهم قابلية لحب الشباب. اللي عجبني في البيور اكتيف انه نيم، اللي هو شجرة النيم، ما ادري اذا كنت سمعتوا عنها قبل كده. شجرة النيم تعتبر من
او الليفز بتاعت النيم تعتبر انتي بكتيريال، يعني نوع من انواع الاعشاب اللي هي تكون مضاده للبكتيريا. كثير كانوا يستخدموها زمان انهم اظن كانوا يشربوه او حاجه زي كده، اللي هي انا ما بقول لكم اشربوا ده، بس كانوا اول اظن يغلوا اللي هي اوراق النيم، وكانوا ياخذوها للطفيليات اللي موجوده في البطن ايام زمان. انا من الدكاتره اللي ما زلت اؤمن انه المنتجات الطبيعيه برضو لها افكت، لانه لما تفتكروا اصلا الطب كان اصلا اللي هي الادويه كانت من الاعشاب، وبعدين تطورت عن طريق المختبرات وتطورت عن طريق كيماويات، وصار طبعا استخلصوا منها المواد او عرفوا المكونات اللي فيها بتكون فعاله. واكشلي الى دحين في كثير من الاعشاب ما بيعرفوا، يعني ما وصلوا لي هي ايش فائدتها، ومنه طوروا وقووا المكونات وسووا منها اللي هي الأدوية. فبعض الأحيان أحس إنه نحتاج نرجع للطبيعة. النيم صار من الأشياء اللي أنا curious about، ودحين لاحظت إنه كثير من منتجات العناية بالبشرة بالذات للناس اللي عندهم حب شباب وبثور بيستخدموا النيم. وهنا في اليوم حتلاقوا منتجين، والمنتجين عجبوني. طبعا ما بس فيلو اللي هي شجرة النيم، مستخلص شجرة النيم، لكن برضو فيلو مستخلص اللي هي زيت التي تري اويل. وانتو اذا كنتوا تشوفوا في سناب شات انا مرة احب التي تري اويل، لانه مرة مفيد بالنسبة للبشرة اللي تكون فيها حب شباب. فحلاوة المنتج ده انه حطوا فيها النيم وحطوا فيها مستخلصات التي تري اويل، وكمان فيها الساليسيليك اسيد اللي هي حمض الصفصاف. برضو الناس اللي تابعيني مرة تعرف ان انا احب حمض الصفصاف بالنسبة لي اللي هي البثور، الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، لانها بتشيل بتنشف الحبوب دي وبتقشرها وبتفتح المسامات. فانا قصدي لما تفتح المسامات بتوسع المسامات، انا قصدي لما تفتح المسامات يعني بتشيل الطبقات اللي هي عاملت لها انسداد. فأي شيء عادة أنا من ناحية البشرة اللي فيها حب شباب أو بثور بالذات البلاك هيدز والوايت هيدز فيه ساليسيليك أسيد فأنا أحبه. حتلاقوا فيه منتجين مختارتهم فيه لهم ساليسيليك أسيد، واحد منهم الغسول ده اللي من غارنيير. نعم. المنتج الرابع اللي اخترته اللي هو من أولي، هذه أول مرة بستخدم منتجاتهم، أولي فريش إفكتس لاين اللي هي لي حب الشباب، اللي بالساليسيليك أسيد أكني تريتمنت ديب سكراب. طبعا مستخدمين فيها اللي هي السيترس والميت اسنس، يعني اللي هي الحمضيات والنعناع. انا بصراحه مره تفاجأت انه اولي انا بصراحه مره تفاجأت من اولي انها طلع منتجات للعنايه بالبشره اللي هي ذو حب الشباب، ومره اتفاجأت انه عندهم طلعوا سكراب ده، وبالذات انه لقيت من ورقه مين ساليسيليك اسيد 2%. انا لما شفت 2% انبسطت بالمره. زي ما قلت لكم بالذات للناس اللي عندهم حب شباب اللي هي رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء، لانه بتنشفها وبتشيل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. فدائما المنتجات اللي انا احبها في حب الشباب اللي هو حمض الصفصاف اللي هو ساليسيليك اسيد، غير انه هي حاطين فيها خلاصه الحمضيات النعناع الشاي الاخضر والبابونج. طبعا البابونج فيه خاصيه انه يهدي البشره، وهو عملوه على طريقه سكراب. اخترت سكراب لانه انا احب الناس اللي عندهم حبوب الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء انهم يستخدموا سكراب واحده مره في الاسبوع، يعني يعملوا نوع من انواع الميني فيشو. بس دائما انتبهوا لما تستخدموا سكراب لا تستخدموه في كل وشكم اذا ما كان فيه حبوب، تستخدموه في المناطق اللي تكون فيها حبوب بالذات، يعني تركزوا على المنطقة تي زون اريا، تعملوا مرة جانتو لمدة دقيقة. وبعدها احب دائما ان انا اختار مرضايا الماسك. وهنا نجي للمنتج الخامس. المنتج الخامس اخترته من هيمالايا هيربلز، لانه فيه له اللي هو شجرة النيم، النيم ماسك بتاعتهم اللي هي بعشبة النيم، وعشان مناسب للبشرة العادية الى البشرة الدهنية، وفي له النيم والكركم. طبعا عجبني انه في العناصر الفعالة العشبية هي فيها 100%. الهيمالايا شركة أنا بصراحة مرة تفاجأت بيها. أنا لما بدأت أروح للسوبر ماركت وبدأت أختار منتجات من السوبر ماركت وبدأت أجربها في البيت، بالذات أنا في عندي حب عميق للماسك، لأنه أحب التنظيف العميق اللي بتعملها الماسك، وكثير يساعد في علاجات حب الشباب
بالنسبة لي، لأنه بيهدي البشرة اللي تكون فيها حب شباب. فلما جيت واكتشفت الهيمالايا واكتشفت الهيستوري بتاعتها، مرة تفاجأت بيها، بس بصراحة منتجاتهم مرة عجبتني. أبغى أمشي مع الثيم اللي أنا ماشية فيه، اللي هي غارنييه كان منتج من نيم، فيه مستخلصات النيم، وحبيت ده لأنه فيه مستخلصات النيم. غير النيم طبعا حطوا فيها التوميريك. التوميريك عندي من ذاته برضه اكتشف لما صرت اسوي سيرش كثير على المنتجات الطبيعيه وتاثيرها على البشره، فحاطين فيها الكركم وحاطين الطين المعدني. طبعا زي ما قلت لكم النيم اللي هي عشان تحارب البكتيريا، وفي بكتيريا تساعد تزيد في التهاب اللي هي البشره القابله للبثور والقابله لحب الشباب، فبتساعد انها تهديها. في نفس الوقت في التوميريك، والتوميريك برضه له انتي بكتيريال افكت كنوع من انواع اللي هي مضاد للبكتيريا، والطين المعدني يعطي نوع من انواع التهدئه للبشره. زي ما تشوفوا دائما بيختاروا المنتجات تكون شويه قويه من البشره، فيحطوا معاها شيء يهدي البشره. بصراحه الماسك ده انا مره احبه، وانا بنفسي عشان عندي قابليه للبثور وحب الشباب بستخدم الهيمالايا ماسك وانس ا ويك، واحده مره في الاسبوع، فبسوي سكراب وبعدها بحط الماسك لمده 10-15 دقيقه وبعدين بغسله. طبعا المنتج السادس اخترت تونر من نيبيا اللي هو الماتيفاينج تونر عشان يوقف اللمعان، وبرضه للبشره المختلطه الى البشره الدهنيه. انا ما احب التونرز مره كثير لانه احس انه يعني ما بنحتاج التونر بالذات لما بيصير تنظيف عميق. اكتشفت بالوقت انه الواحد بعض الاحيان بيحتاج التونر، يعني اذا انا ما حسوي سكراب ما ححط ماسك، بعض الاحيان يكون ميك اب خفيف حطاه على بشرتي، لما اغسل بالغسول مو شرط انه كل الميك اب يتزال، فبسوي اخر ستيب اللي هي بالذات في الليل، بحط اللي هو بستخدم التونر عن طريق اللي هي بحطها على قطه او بشيلها. برضو التونر من نيبيا بصراحه مره عجبني لانه اقتصادي بالمره، سعره مره كويس، وفي نفس الوقت من جد اعطى ماتيفاينج افكت، يعني نقلل من اللمعان اللي موجود في البشره من غير ما يجفف البشره. المستخلصات اللي فيها اللي هي من مستخلصات الطحالب، وفي نفس الوقت عندهم نوع من انواع البيتنتد انجريدينت اللي هي الهايدرا اي كيو. عجبني انه هو ما ينشف البشره، فانصح به واقتصادي بالمره، فواي نوت اف يو لايك تونرز. النيفيا لاين عجبني التونرز ده. المنتج السادس من نيوتروجينا اللي هي الهيدرو بوست، واخترته يكون واتر جيل لانه برضو مناسب للبشرة الدهنية. خلصنا من المنظفات جينا للمرطبات. ده منتج مرة جديد من نيوتروجينا ومرة عجبني، مرة انبسطت عليه وصرت حتى اوصفه لمرضايا انهم يروحوا يشتروها من السوبر ماركت، لانه نادرا ما تلاقوا مرطب للبشرة الدهنية والقابلة للبثور تكون موجودة في السوبر ماركت. دائما تكون الكريمات الموجودة هناك شوية ثقيلة على بشرة الوجه، عشان كده مو دائما احب اني انصح بيها، لكن ده اول مرة منتج انا انصح بيه اكشلي في عيادتي. بيجي على شكل جل وبيجي على شكل كريم. الجل للناس اللي هي بشرتهم دهنية او كومباينيشن سكين او عندهم قابلية للبثور، بالذات للناس اللي انا بحطهم على ادوية، يعني زي ما الناس اللي بحطهم على الدفرين بحطهم على الابيديو، بيجفف البشرة شوية، فهذا بيساعدهم في الصباح انه لما يغسلوا وشهم ما تكون وشهم يحسوا انه زي اللي مشدود، بس مو مشدود يعني مشدود تكون كل شيء، لا مشدود اللي هو يعني من الجفاف. فالنيوتروجينا هايدرو بوست من المنتجات اللي مره حبيتها ومره انصح بيها، وانا بنفسي بستخدم الجل لما احس انه بشرتي بتحتاج ترطيب، ومره خفيف المنتج وصراحه سعره مره اقتصادي. المنتج الثامن اخترته من نيفيا اللي هي جل شاور جل، احب السترس فاخترت اللي هي الليمون جراس اند اويل، وفي حبيبات العنايه عطر الليمون. طبعا اللي هي الشاور جلز على قفا من يشيل على قولهم، مره كثيره في السوبر ماركت،
بس قلت انا اقول لكم اللي انا حبيته. انا احب اي شيء يكون فيه سترس سنت، يعني اللي يكون فيه ريحه الليمون، ريحه البرتقال، حاجه زي كده، لانه احسها في الصباح للشاور مره منشطه. فبصراحه هذا لاين شفته في السوبر ماركت ومره عجبني، بيستخدم الليمون جراس والاويل. المنتج التاسع اخترته من دوف اللي هي بادي لوشن، يعني لوشن لترطيب البشره، واخترت اللي هو بالشيا باتر والفانيلا. انا احب الشيا باتر واحب الفانيلا سنت، فاكيد كان اختياراتي حتكون بالنسبه لمرطب لي البشره من دوف. دوف من المنتجات اللي انا كنت استخدمها حتى ايام ما كنت في كندا. طبعا انا ما استخدم اللي تكون فريجرنس بالنسبه للمرضى اللي كانوا عندهم اكزيما، بس كثير من اساتذتي كانوا ينصحوا بصابون دوف للبشره اللي عندها اكزيما، بالذات صابون الدوف الابيض. فمرطباتهم قوية وفعالة وتعجبني واقتصادية، ودحين مطلعين اللاينز اللي هي يمكن اللاين ده موجود من اول انا ما اعرف، لكن طبعا اللاين ده عجبني اللي هو البتر والفانيلا. انا احب ريحة الفانيلا بالذات يعني في الايام اللي تكون شوية برد، فاحس انها هي تعطيني نوع من انواع الكوزي افكت. لشهر مارس اخترت كذا منتج من منتجات دكتور اورجانيك اللي مرة عجبتني. اول واحدة هتكلم عنها اللي هي دكتور اورجانيك المانوكا هاني ديودرين اللي هي مزيل رائحة العرق من دكتور اورجانيك بعسل المانوكا. دكتور اورجانيك الديودرنت اللي هو فيه المستخلصات اللي هي المانوكا هاني اللي هي عسل المانوكا، ويعتبر نوع من انواع الديودرنت بس ما هو انتي بيرسبرنت. ايش قصدي بالديودرنت؟ يعني يزيل الرائحه لكن ما يوقف التعرق، فتستخدموه في الايام اللي تكون مثلا ما حتكونوا خارجين فيها وفي مناسبه، او مثلا زي اليوم في تصوير، الايام اللي تبي تنتو راحه لبشرتكم، فممكن تستخدموها بالذات انه هو مناسب للبشره الحساسه. فانا عجبتني منتجات الدكتور اورجانيك وحجرب بصراحه كثير من منتجاتهم، لانه عجبني الكونسبت بتاعتهم، بالذات انه زي ما مكتوب لنا المنيوم فري، اس ال اس فري، بارابن فري، الكحول فري وناتشرال. ففي الاشياء اللي عاده مضره في المنتجات العنايه بالبشره كلها امامها موجوده فيها، ومنتج مختص من الطبيعه. فهذا واحد من المنتجات من دكتور اورجانيك. طبعا انا مره احب الباث، فاخترت دكتور اورجانيك اللي هو الديد سي مينرال باث صوص، ومرة تفاجأت انه كان موجود، فعجبني لانه 100% طبيعي. المنتج الثاني طبعا اللي بيتابعوني على سناب شات يعرف انا كل اسبوع احب اسوي نوع من التدليل لنفسي، اللي هي هوم سبا. فدائما بختار منتجات اللي هي تكون الاويلز وتكون الباث بومز والاشياء دي. فمره انبسطت انه لقيت اللي هو من دكتور اورجانيك. حلاوة الباث سولز هذه اللي هي طبعا من البحر الميت، وفيها كثير من المينرالز بالذات مثلا المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، البرومايد، الصوديوم الكلورايد، الايودين، وكلها لها خاصيات تساعد البشرة. اهم خاصية فيها انها بتساعد على الاسترخاء والتنظيف العميق بالنسبة للبشرة والتنشيط، و اللي هي كمان بالنسبة للدورة الليمفاوية للتخلص من الماء الزايد اللي يكون في البشرة. فاللي يحب الباث، اللي يحب اللي هي المغطس المائي، حلو انكم تستخدموا ده. بصراحة مرة ريحني ومرة عجبني، والمرة الثانية لما حلاقيه حشتري يمكن 3 اكياس منه عشان خايفة ان هي تخلص. الحلو انه عرفت انه دكتور اورجانيك موجود كمان في متجر اباثير، فانا اشتريته من الدانوب وحتلاقوه برضو في اباثير. فاللي يحب الهوم سبا وحسوي لكم فيديو كامل على كيف انتم ممكن تعملوا هوم سبا في المنزل، من يعني بتعمل تنظيف عميق لبشرتكم بنفس الوقت نوع من انواع الاسترخاء والريلاكسيشن والتدليل اللي كلنا دائما محتاجينه بالذات السيدات العاملات. فهذا المنتج من انذر منتج من دكتور اورجانيك، وطبعا منتج ده 100% طبيعي. ايش حلاوته؟ انه هو من البحر الميت. البحر الميت كمية الملح فيه 10 اضعاف كمية الملح الموجودة في البحور العادية زي البحر الاحمر. فطبعا نسبة الاملاح تكون فيه جدا عالية، وجدا نسبة المينرالز اللي تكون فيه جدا عالية. اللي يحب المغاطس ممكن يجرب حق دكتور اورجانيك، بس ادخل صوت انا ابغى.
واحدة من المنتجات اللي اخترتها اللي هي الماوث واش اللي هي منظف للفم من دكتور اورجانيك بي تي تري اللي هو شجرة الشاي الاكستراكت بتاعتها، وطبعا حاطين فيه لها مواد تانية زي الجريب فروت اكستراكت، الارنيكا، الصبار مرة تانية، وبعض الهيربال اكستراكت اللي هي بعض الاعشاب. اي شيء فيه له تي تري اويل هتلاقوني انا مره مبسوطه عليه، عندي هوس هذه الايام بالتي تري اويل. ليش؟ لانه خاصيه التي تري اويل هي فيها نوع من انواع المطهرات ونوع من انواع الانتي بكتيريال افكت الطبيعيه، فكثير بيستخدموها حتى مثلا الناس اللي عندهم حروق وعندهم مثلا جروح بينظفوهم كانوا اول بالتي تري اويل. اي احد يعرف الهربالزم؟ الهربالزم اللي هو علم الاعشاب اللي منه يقدروا يستخصوا الطب الطبيعي اللي هي المنتجات الطب الطبيعية، بالذات اللي هو انه كيف تستخلص من الاعشاب ادوية طبيعية. طبعا زي ما قلت لكم هنا انا ما بتكلم كطبيبة، انا بتكلم انه بعض الاحيان الانسان يحتاج انه يرتاح من الكيميكال، فممكن يدور على اشياء تكون طبيعية اكتر. لكن اذا تبغوا اشياء اللي هي عليها ابحاث علمية فطبعا لازم تكون الأدوية، لأنه هي دي الأشياء اللي إحنا نعرف إنه صارت عليها أبحاث وجربت ونعرف نتائجها المتوقعة. لكن بالنسبة لي الهربالزم هذا طبعا علم قديم ولو ناس يعرفوه، بس الحين صار في ترند أكتر إنه بيستخدموا الأشياء الطبيعية لأن الناس تفشت من الكيميكالز. فاللي يبغى أشياء تكون طبيعية أكتر هذا واحد من الماوث واش اللي موجودة في الدانوب، أنا شريته من الدانوب ومرة عجبني ومرة مبسوطة عليه. طبعا إحنا بنتكلم شجرة الشاي، ترى مو شجرة الشاهي اللي هي الشاي اللي بنشربه عادي، في شجرة شاهي هو يسموها شجرة شاهي لأنه اكتشفوها في أستراليا من زمان، كانوا البحارة ياخذوا من الشجرة دي ويعملوا منها شاهي فسموها شجرة الشاهي. اوكي بس لكم طبعا لها كثير فوائد علمية وكثير من الاشياء حتى الطبية، يعني حتى مثلا من ناحية اللي هي منتجات اللي هي لمحاربة حب الشباب حتى الطبية تلاقوا فيها يحطوا فيها التي تري اويل. الشيء الوحيد اللي انا اقوله اللي هنا انه في ناس عندهم حساسية من التي تري اويل، في السبب لأي حساسية لازم توقفي. آخر منتج من وادي النخيل اللي هو زيت الجديلة طبيعي 100%. ليش حبيت الزيت ده بصراحة؟ رغم ان انا ماني عارفة ترى ايش مكوناته، يعني لما تيجي تطلوا فيه على العلبة هتلاقوا انه هي يقول لك يتكون من خلاصة الزيوت الطبيعية والاعشاب البرية اللي اثبتت فعاليتها على مدار 20 سنة. انه طول الشعر، انا ما كطبيبه ما اقدر اقول لكم ان هو ممكن يطول الشعر ولا لا، لكن انا من النوع زي ما قلت لكم اللي احب اعطي بريك لي شعري وبشرتي وجسمي من الكيميكالز بعض الاحيان، واحاول ادور على اشياء طبيعيه من فتره لفتره. برجع دائما كطبيبه، يعني برجع دائما للاشياء الطبيه لانه طبعا فعاليتها تكون اقوى، لكن بعض الاحيان بحب ان اعطي نفسي بريك من الاشياء دي كلها واستخدم اشياء طبيعيه ما تكون فيها كيميكالز، بالذات ان انا من النوع اللي احب الاورجانيك ثينجز فاللي هي الاشياء العضويه. فعجبني الزيت ده بصراحه، ريحته ما هي مزعجه ات اول، بالعكس انا لقيتها ان هي شويه بلازنت. دائما اللي هي الزيت بالشعر يفكرني بايام جدتي وايام كنا صغار لما كانوا يحطوا الزيوت على شعرنا بالقوه. سبحان الله الواحد يكبر ويتغير. بس بصراحة سوى ترطيب مرة كويس لبشرتي وكمان هدى فروة الرأس فعجبني. سهل انه انا تغسله، ما يعني ما جلس على شعري وكان تعبني لما جينا لما جيت اغسله. ذات اللي انا استخدم اخر شطفة اللي هي بحط موية وبحط فيها ملعقة خل التفاح العضوي، بلاقي انها بتعمل كنترول لقشرة الشعر بالنسبة لي الشعر. فهذا اخر منتج وبرضه اشتريته كنت من الدانوب. بكده اعتقد وصلت لي كل المنتجات اللي هي الفيفورتس لشهر مارس، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. ان شاء الله كل شهر احاول احط لكم فيفورتس من منتجات العناية بالبشرة الاقتصادية في قناتي على اليوتيوب. لا تنسوا تحطوا في الكومنت بوكس بلو انتو ايش المواضيع اللي تحبوني ان اغطي لكم هي على اليوتيوب، ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك و
وكومنت وشير واشوفكم الاسبوع الجاي وهابي ويكند للجميع وباي يوتيوبرز.